ناخذ ايضا محور مهم جدا في شهر نعم رمضان المبارك أكيد. وهو التوبة. يعني أنا تطرقت إلى هذا الموضوع ليلى لأهميته، يعني عاشت إيدك اليوم، أنت مسويت لنا هذا الثأر اللي هو بين منظورين، المنظور الديني وتأثيره على الدين، وكذلك المنظور الاجتماعي وتأثيره على المجتمع الذي نعم. يعيش فيه آنذاك. أكيد. نتطرق إن شاء الله إلى هذا الموضوع اللي نعم. الحين وصولنا جاهزية إن شاء الله. ضيفنا الكريم. نعم. إذن مشاهدين الكرام، نتعرف على التوبة وآثار التوبة والرحمة الإلهية من خلال التوبة مع فضيلة السيد إحسان المسوي وفرصة. شهر رمضان مبارك عليكم أيها الأحبة، وعساكم إن شاء الله من عواده. في هذا الشهر المبارك أكو خصوصية وأهمية لقضية التوبة أيها الأحبة، وذلك من خلال الخطبة الرمضانية للنبي صلى الله عليه وآله، وتوبوا إلى الله، هكذا يعبر النبي، وتوبوا إلى الله في هذا الشهر من ذنوبكم. فرصة إن في هذا الشهر أن نفتح صفحة جديدة. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة يغفر كل الذنوب. هذا واحد سأل قال سيدنا يعني كل الذنوب الله يغفرها؟ كل الذنوب، حتى الذنوب الكبيرة، حتى الذنوب الكبيرة إلا أن يشرك به طبعا، حتى الذنوب الكبيرة. فهاي فرصة أيها الأحبة لكي نصحح أخطائنا، لكي نصحح أخطائنا، لا يصير عندنا يأس. أقول بعض يقول أنا ما معقولة الله سبحانه وتعالى يغفر لي، لا يغفر لك الله سبحانه وتعالى. هو أنت هاي الحالة اللي بيها حالة اليأس من روح الله، هي هاي حالة محرمة. فخلي يكون عندك وتؤمن، خلي يكون عندك أمل بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر الذنوب، ويغفر كل الذنوب حتى كبائر الذنوب. أذكر لكم هنا أخو قصة الحر، الكل يعرفها، الحر الرياحي اللي في آخر لحظات حياته بعد الأشياء اللي سواها طبعا مع الإمام الحسين ومع عائلة الحسين، إلا أن الله سبحانه وتعالى قبل توبته. إن تبت تاب الله عليك، هكذا عبر سيد الشهداء عندما جاءه الحر نادما منكسرا. وأيضا كنا نعرف قصة بشر الحافي اللي هو كان بيته في شارع من شوارع، في أحد شوارع بغداد، وكان هو عبارة عن حانة ليلية معروفة بالغناء، وهذا الضجيج والعجيج. كان مرور الإمام موسى بن جعفر عليه السلام على بيت بشر الحافي، سمع الصوت من هذا البيت، صوت الغناء، خرجت جارية، سألها الإمام، قال لها لمن هذا البيت؟ قالت لسيدي بشر. قال سيدك بشر حر أم عبد؟ قالت له لا حر. قال فعلا لو كان عبدا لله لاستحى من الله. رجعت هذه الجارية، شاهدها بشر وهي مضطربة الحال، سألها، قالت لالتقيت بالشخص عليه كذا من السيماء والهيبة. قال لها ويحكي هذا موسى بن جعفر. خرج وراء الإمام راكضا بشر الحافي، التقى بالإمام، قال له سيدي هل لي من توبة؟ قال له إن تبت تاب الله عليك. فإذا قضية التوبة أيها الأحبة قضية جدا مهمة في حياتنا. ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. شهر رمضان فرصة كبيرة لإعلان التوبة. خلي نعتبر شهر رمضان هو يوم التوبة العالمي. دمتم في رعاية الله وحفظه.